السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم عائله كوره سبورت في كل مكان. فيديو جديد وحلقه جديده معاكم محمد رفعت. حياتي النهارده ان شاء الله هنتكلم فيها عن كل اخبار النادي الاهلي، لكن في البدايه زي ما احنا متعودين دايما بنبدا كلامنا بالصلاه على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. في الكومنتات كمان ما تنساش اثبت حضورك معانا باللايك عشان ان شاء الله الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من جمهور النادي الاهلي. تعالوا نبدا حلقتنا النهارده من اخبار النادي الاهلي. ثلاثي النادي الاهلي كهربا، صالح جمعه، محمود وحيد بيطلبوا من الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي ان هو يرتب لهم جلسه ويحضر لهم جلسه مع رينيه فايلر المدير الفني للنادي الاهلي. صالح جمعه عايز يعرف مصيره ايه، الراجل ليه تم استبعاده من قائمه المباريات رغم ان فايلر راجل قال ان صالح جمعه وزنه زايد ومحتاج ينزل 6 كيلو على الاقل. كمان كهربا عايز يعرف مصيره ايه بعد ما خلاص العقوبه انتهت وكهربا يحق ليه المشاركه في لقاء الاسماعيلي القادم، عايز يعقد جلسه مع فايلر عشان يعرف مصيره ايه. محمود وحيد اللي فيه كلام كبير جدا ان هو خلاص هيمشي من النادي الاهلي. محمود وحيد زعلان ان هو مش بيشارك، محمود وحيد شايف نفسه خارج حسابات النادي الاهلي. حتى لما علي معلول الراجل اتوقف الماتش اللي فات بسبب الانذار الثالث، محمود وحيد ما دخلش القايمه والراجل ما شاركش وايمن اشرف اللي شارك. فمحمود وحيد عايز يعرف مصيره ايه، والايام الجايه هنشوف جلسه بين الثلاثي ورينيه فالر عشان يعرفوا مصيرهم ايه. كمان النهارده عمرو السوليه وحسين الشحات الاثنين بيواصلوا برنامجهم التدريبي وبرنامجهم التأهيلي في النادي الاهلي عشان يرجعوا النادي الاهلي في اسرع وقت ممكن. كمان بالنسبة لموضوع يوسف البلايلي، الجديد في موضوع يوسف البلايلي ان ادارة التخطيط او لجنة التخطيط في النادي الاهلي برئاسة الكابتن محسن صالح، اللجنة بتوصي بشدة بالتعاقد مع يوسف البلايلي، وخصوصا ان يوسف البلايلي هيكلف النادي الاهلي بما يقارب الاربعة مليون جنيه استرليني اللي كان مفروض النادي الاهلي هيدفعهم من هيدرسفيلد في صفقة انتقال رمضان صبحي للنادي الاهلي وشراء رمضان صبحي بشكل نهائي من هيدرسفيلد. طالما انت كده كنت هتدفع الرقم ده في رمضان صبحي، فلماذا النادي الاهلي ما يدفعش الرقم ده في يوسف البلايلي؟ لجنه تخطيط النادي الاهلي برئاسه الكابتن محسن صالح شايفين ان يوسف البلايلي هو الاختيار الافضل للنادي الاهلي. بالنسبه لمفاوضات النادي الاهلي مع يوسف البلايلي، الكابتن امير توفيق مدير التعاقدات في النادي الاهلي الساعات الاخيره كان في كلام وفي اتصالات بينه وبين والد يوسف البلايلي علشان يقنع والد يوسف البلايلي بانتقاله النادي الاهلي. عرض النادي الاهلي اللي قدم ليه نادي اهلي جده وصل ل 2.5 مليون دولار من اجل التعاقد مع يوسف البلايلي. كمان الكابتن امير توفيق طمن والد يوسف البلايلي وقال له لو حصل اي مشكله في موضوع فسخ العقد مع نادي اهلي جده، النادي الاهلي هو اللي هيتحمل كل العقوبات الماليه واي غرامه ماليه هتيجي على يوسف البلايلي لو فسخ عقده مع نادي اهلي جده، فالنادي الاهلي هو اللي هيتحملها. ده كان كلام الكابتن امير توفيق مع والد يوسف البلايلي. يوسف البلايلي عليه صراع من الاهلي ونادي اهلي فياريال الاسباني. عرض النادي الاهلي هو العرض الاكبر من الناحيه الماديه وهو العرض الاكثر جديه ليوسف البلايلي. يوسف البلايلي عنده مشاكل مع نادي اهلي جده، النادي بيفكر ان هو يمشوه بسبب مشاكل اللاعب الاخيره، اللاعب مش عايز يكمل في السعوديه. فيوسف البلايلي يقترب من النادي الاهلي بشده كمان بعد النهارده ما لجنه تخطيط النادي الاهلي وصت بالتعاقد مع اللاعب ووافقت على التعاقد مع اللاعب ليكون هو البديل الافضل لرمضان صبحي. فشاركونا برايكم في التعليقات، ايه رايكم في صفقه يوسف البلايلي؟ هل يوسف البلايلي هو التعويض الامثل لرمضان صبحي في النادي الاهلي، ولا انت شايف ان في لاعب تاني في القاره الافريقيه او حتى خارج افريقيا ممكن النادي الاهلي يتعاقد معاه ويكون هو البديل الافضل لرمضان صبحي؟ كان موضوع يوسف البلايلي باختصار. كمان موضوع محمد ابراهيم، الصفقتين اللي فيه كلام كبير جدا عليهم والصفقتين الاقرب للنادي الاهلي الوقت الحالي. محمد ابراهيم كل التفاصيل بتاعته ان محمد ابراهيم عقد جلسه مع امير توفيق مدير التعاقدات في النادي الاهلي من 3 شهور، والجلسه دي تم الاتفاق من خلالها على كل التفاصيل، لكن محمد ابراهيم موقعش. في ناس بتقول لك ان محمد ابراهيم وقع للنادي الاهلي، محمد ابراهيم لم يوقع حتى الان للنادي الاهلي. رينيه فايلر واللجنه الفنيه في النادي الاهلي استقروا على التعاقد مع محمد ابراهيم، وهيتم عقد جلسه خلال الايام الجايه او خلال الساعات جايه كمان بين اللاعب وبين امير توفيق في النادي الاهلي، واللاعب هيوقع عليه النادي الاهلي، وبعد كده النادي الاهلي هيدخل في مفاوضات رسميه مع نادي مصر المقصه. الاول كان لجنه تخطيط النادي الاهلي ما كانتش موافقه على محمد ابراهيم، لكن بعد اداء محمد ابراهيم وتالقه الفتره الاخيره لجنه تخطيط النادي الاهلي وافقت ورحبت بالتعاقد معاه. والمفروض ان النادي الاهلي بعد ما ياخد توقيع محمد ابراهيم هيدخل في مفاوضات رسميه مع نادي مصر المقصه. بيراميدز داخل في المفاوضات بقوه، لكن الحاجه اللي مطمنه النادي الاهلي ومخليه محمد ابراهيم اقرب للنادي الاهلي هي رغبه اللاعب في اللعب للنادي الاهلي. محمد ابراهيم مش عايز يلعب في بيراميدز مش حبا في النادي الاهلي او هو اللاعب منتمي للنادي الاهلي، لا، محمد ابراهيم لاعب محترف، راجل بيشوف مصلحته فين وعايز يروح النادي اللي هيلعب فيه. في بيراميدز عبد الله السعيد، يعني عبد الله السعيد هو اللاعب الاساسي في بيراميدز، فطبيعي جدا
جدا لو محمد ابراهيم راح بيراميدز فهيقعد دكه لعبد الله السعيد، لكن لو ما يجي يبص على النادي الاهلي هيلاقي عنده صلاح جمعه بعيد، عنده محمد مجدي قفشه مستواه قليل جدا، ولو جاي تقارن محمد ابراهيم بمستوى محمد مجدي قفشه فمحمد ابراهيم يلعب اساسي على محمد مجدي قفشه، فبالتالي محمد ابراهيم يفضل عرض النادي الاهلي بسبب ان هو ممكن يشارك ويرجع لمنتخب مصر. ده موضوع محمد ابراهيم باختصار. وفي كلام طالع من اداره نادي مصر المقصه ان النادي الاهلي لو قدم عرض رسمي علشان يشتروا محمد ابراهيم فمش هيكون في مبالغه ماليه، ده اخر كلام جالنا، رغم ان كان في تصريحات من مسؤولين نادي مصر المقصه طالبين 2 مليون دولار، وفي بعض الناس كمان قالوا احنا مش عايزين 2 مليون دولار بس، احنا عايزين اكتر من كده. فالايام الجايه ان شاء الله بعد ما محمد ابراهيم يثبت حسن نيته للنادي الاهلي وتمسكه بالنادي الاهلي واللاعب يوقع، النادي الاهلي هيدخل في مفاوضات رسميه، وان شاء الله هنقول لكم الجديد. وبرده شاركونا برايكم في التعليقات، ايه رايكم في صفقه محمد ابراهيم؟ هل هي صفقه مفيده للنادي الاهلي ولا في لعيبه ثانيه افضل من محمد ابراهيم ممكن يفيدوا النادي الاهلي؟ كمان النهارده فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك بيوجه صدمه لاداره نادي الزمالك. اداره نادي الزمالك كانت بتتكلم مع فرجاني ساسي وتفاصيل العقد وبيحاولوا ان هم يخفضوا الراتب الخاص بيه فرجاني ساسي. اللاعب المفروض ان هو ياخد 2 مليون دولار في الموسم. فرجاني ساسي قال انا موافق ان اجدد لنادي الزمالك بشرط اني مش هخفض اي دولار واحد من العقد بتاعي، انا مستمر مع نادي الزمالك لكن بشرط ان مفيش اي دولار واحد هينقص من العقد بتاعي، كمان يكون في شرط جزائي في عقدي مع نادي الزمالك، لو انا عايز امشي او جالي عرض محترم من نادي كبير فالزمالك ما يكونش عائق قدامي او الزمالك يرفض ان انا اخرج من نادي الزمالك. فده كانت شروط فرجاني ساسي، والايام الجايه هنشوف فرجاني ساسي ونادي الزمالك هل هيكملوا ولا فرجاني ساسي هيخرج من نادي الزمالك. كمان ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز النهارده في اول تعليق ليه على انضمام رمضان صبحي واعلان الصفقه بشكل رسمي النهارده. رمضان صبحي هو افضل لاعب في مصر واحسن موهبه في مصر، ومن الممكن ان نتفاوض مع لاعبين اخرين من النادي الاهلي. ده كلام النهارده من ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز. كمان النهارده المستشار التركي آل الشيخ رئيس الهيئه العامه للترفيه بالسعوديه كان ليه تعليق برضو على انتقال واعلان صفقه رمضان صبحي الى بيراميدز، والراجل بيقول لك عندما يكون صوره قصير تكون مستباح اضعوني واي فتى اضعه. ده كان النهارده تعليق تركي آل الشيخ على انتقال رمضان صبحي الى نادي بيراميدز. النهارده الاستاذ عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز بعد اعلان الصفقه واعلان صفقه رمضان صبحي بشكل رسمي بيأكد ان الصفقه خلصت في وقت سريع جدا، وان العرض المادي اللي قدم ليه هيدرسفيلد من بيراميدز كان العرض المادي الاقل من كل الانديه اللي طلبت التعاقد مع رمضان صبحي، وان رغبه اللاعب كانت العامل الحاسم في انهاء الصفقه. كلام الاستاذ عمرو بسيوني كلام صحيح، عرض نادي بيراميدز كان العرض الاقل المالي لان نادي بيراميدز العرض بتاعه ما تخطاش 3 مليون جنيه استرليني، عرض النادي الاهلي وصل ل 3 و250 الف، عرض نادي الزمالك 3 و500 الف، عرض نادي الزمالك كان العرض الاكبر لهيدرسفيلد. لكن لو جاي تبص للصفقه بشكل اكبر هتلاقي ان عرض نادي بيراميدز هو العرض الاكبر، لان نادي بيراميدز هيدفع لرمضان صبحي ما يقارب ال 200 مليون جنيه في 5 مواسم. ال 200 مليون جنيه دول حطهم ضمن الصفقه هتلاقي ان عرض نادي بيراميدز هو عرض خيالي بالنسبه لرمضان صبحي، فطبيعي جدا ان تكون رغبه اللاعب هي العامل الحاسم في انهاء الصفقه، لانك انت حاطط رقم كبير جدا للاعب، اي لاعب في مصر هيوافق على الرقم زي ده وهيتمسك بالانتقال ليك طالما هتدفع له 200 مليون جنيه في 5 مواسم. كمان اول تعليق رمضان صبحي، الراجل بيرد على حركه صباعه في الفيديو، وبعض الناس كانت بتقول ان حركه رمضان صبحي استفزاز لجمهور النادي الاهلي. رمضان صبحي بيقول لك ان حركه صباعي عملتها في كاس العالم قبل كده وما اقصدش بيها جمهور النادي الاهلي. كمان بيقول لك رمضان صبحي انتقالي لبيراميدز ليس له علاقه بالماديات، وانا مقتنع بتجربتهم الاحترافيه واحتراف مسؤولين نادي بيراميدز. ده كان كلام واول تعليق من رمضان صبحي. في نهايه حلقتنا بعد ما اخبارنا انتهت، ايه رايكم في اسماء الصفقات اللي معروضه على النادي الاهلي الفتره الاخيره؟ هل انت شايف من ضمن الاسماء ومن ضمن الصفقات الاخيره للنادي الاهلي اللعيبه دي هتقدر تخلي النادي الاهلي قوي الموسم الجاي؟ يعني اللعيبه اللي النادي الاهلي بيتفاوض معاها لو قلنا ان الاهلي حتى قدر يخلصهم، لسه حتى الصفقات دي ما انتهتش بشكل رسمي، بس اللعيبه دي هتخلي النادي الاهلي قادر الموسم الجاي انه ينافس نادي بيراميدز بالاسماء دي، ينافس نادي الزمالك بالتعاقدات الجديده؟ ولا انت ايه رايك في موسم التعاقدات الخاص بالنادي الاهلي اللي هو الموسم الحالي؟ هل انت شايف فيه بطء ولا النادي الاهلي ماشي على التراك الصحيح؟ فشاركونا برايكم في التعليقات. وكده تكون الحلقه بتاعتنا انتهت والفيديو بتاعنا انتهى، اشوفكم في فيديو جديد وحلقه جديده ان شاء الله.